هذا شبابنا، هذا سيريوس ماس شادو. تمام. وهذا بالتمارين جدا مهم حقيقة. من هاي الشركة Optimum Nutrition، وهي شركة عالمية معروفة موثوق بها بالمناسبة. هذه Optimum Nutrition ON العلامة مالتها. بيولوجية الخلية بالتمارين تحتاج طعامها. شنو بيولوجية الخلية؟ لو تفحصون الـ DNA ماذا تجدون؟ تجدون هو هذه كلها فيتامين A وفيتامين D و E وفيتامين K و C و ها فيتامين B6، فوليك أسيد، فيتامين B12. هاي العناصر. هي خطأ كلمة فيتامينات، كلمة جدا خاطئة هذه. بيولوجية الخلية هسه راح نوضحها بالرسم. بالتمارين أكرر معلش، لازم تكون يعني هذه باستمرار ويا الخلية البيولوجية. ما هو بس احنا شلون نحرك ايدينا؟ دقيقة بابا دقيقة، احنا شلون نحرك الايد هذه؟ يلا، هناك الروح، الوعي، الفكر، والبيولوجية. الروح تخترق بيولوجية الـ DNA. بس اعطوني مجال راح نوضحها بالرسم، الأمر مهم. والبيولوجية لكي تنمو فعناصرها يجب أن تكون شغالة، وهذا ينتج الحياة. هذه الأحماض الأمينية هذا جدا 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 مهم، من شركة USN. زين، BCAA بلس. فهذا جزء أساسي مهم أن يكون في برنامج التمارين الكونية. بالمختصر أعتقد هذه 9 أحماض أمينية. مش كتب الله هذه واحد مكتوبة، هي معروف يعني، ممكن تشوفوها بالإنترنت. 1 2 3 4 5 أسماءها، 6 7 ممكن 9. أصلا هذا يخترق الـ DNA، يشغل الخلية بأقصى طاقتها، لأن بهذا المنتوج هو فيه. بس أريد أترجمها بالعربي، فيه الأجزاء الرئيسية بتكوين الخلية اللي هي الأحماض الأمينية. USN شركة موثوق بها جدا، وإذا أنا أريد أعطي ستارز نفترض يعني تقييم، فيو اس ان اعطيها 8 من 10 حقيقة. و وهذه الشركة
هي الاثنين طبعا موثوق بها بالمناسبة، بس هذه أنا USN الأولى أعطيها 8 من 10، بس خلي أرجع ولو أتنقل يعني بين الأجزاء، هذا البي سي أي أي مهم جدا 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 بيولوجيا، وحتى ممكن أقول نفسيا، يدخل بأعماق الخلية يشغلها. فاليو اس ان الشركة أعطيها 8 من 10، تمام، والأوبتيموم نيوتريشن هذه الشركة إذا أريد أقيمها بمنتجاتها أعطيها 7 من 10. وهناك منتجات حقيقة مثلا البروتين، هذا الواي بروتين ماكو تقييم نوعا ما، يعني الشركات تقريبا متشابهة، بس اكو شركة مثلا تنتج واي بروتين افضل من الاخرى، بس الواي بروتين بصورة عامة نوعا ما، يعني لو تأخذون من يو اس ان واي بروتين او من الاوبتيموم نيوتريشن تأخذون واي بروتين، ما اعتقد في فرق. هذه سلوجر الشاهدون، هذا فيتامين سي 1000 ملي جرام، هذه الشركة بين بين سلوجر، هذه يعني أنا ما أعتمدها بصورة عامة، أنا ما أعتمدها كثيرا، هي منتجاتها جيدة بس أنا أعطيها ممكن بين بين. ها، فهذا المنتوج كالسيوم مغنيسيوم والزنك، ها واضح اعتقد هنا من سلوجر هذه، وهذه العناصر ايضا اكرر مهمه جدا 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 بالتمارين الرياضيه، بس مو بس بالتمارين الرياضيه، بس مو بس هاي اللغه العربيه ورطه حقيقه ورطه. بيولوجيتنا بصوره عامه، بيولوجيه الجسم تتكون من هذه، من الفيتامين سي ودي وبي 12 وامشوا بيها. وهذا فيتامين سي، الفيتامين سي مهم جدا جدا جدا، 1000 ملي جرام هذا. ها، طبعا ممكن تأخذون هذا يسموه الشيكر، يعني هو تضعون ممكن الباودر، بس اني خلي نستخدم الماء والملعقة. فهذا البي سي اي اي، ها حط تقريبا، يعني هذا يعادل، هي يعني ملعقتين صغيرة يعادل ملعقة كبيرة، اللي يعني هو الذين هم يوصون بها. أوكي، بس دقيقة، إذن هذا البي سي اي اي، أوكي، هذا الماء. يقولون أيضا كاتبين الطعم ماله مثل الووتر ميلون، شوفوا هذا الووتر ميلون، و تقريبا 45 ثانية يعني مو تستمر، اقصد 45 ثانية، بس هم اعتقد كاتبين 45 ثانية، مو مشكلة انا ما التزم بيها، بس يعني ممكن نقول الان ميكست بهالمعنى، ننتظر شوية. ها،
زين اقول لكم خلينا نطيب بعد بلند، مو بلند بالانجليزي. هسه تمام اعتقد، يلا زين. هذا البي سي اي اي مهم جدا 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 حقيقة، صحيا نفسيا بيولوجيا، والشركة هذه عالمية موثوق بها جدا، هذه خاصة هي يعني هذه يو اس ان، وهناك شركات أخرى بالمناسبة يعني. الماس جينر يعني هو، هي هاي الكلمات ما أعرف كأنها مو صحيحة، تبني الخلية بصورة عامة، خلينا نقول تنشط تفتح جينات الأبدية هذه. You see my point؟ إحنا أيضا عندما نتدرب كونيا، ها شباب، وانت تتدرب، مو تتدرب بالزمن، تتدرب وانت ماذا؟ انت ضوء الاكوان، انت في اعماق الاكوان. هذا شوفوا، هو بي الملعقة مالته يعني موجودة داخله تقريبا، يلا حطيت ما يقارب، ممكن ما اعرف ايش قد هذا، 3 إلى 4 ملاعق صغيرة يعني. طبعا هو هناك كلام آخر، ايش قد تحط، هذا كلام آخر شبابنا، بس يعني ممكن، بس انا اريد اوضح بهذا الفيديو هاي الامور. هذا طعم الشوكولات، يلا اوكي بس هذا يحتاج اعتقد بلند أكثر يعني شوية فرة، ها؟ طبعا راح نجي القصة مهمة، قصة الكبد، لأنه هاي معروفة أصلا بالغذاء الرياضي، انه يابا اوكي احنا استخدمنا هذه، بس الامتصاص من الكبد مو هي، هي هاي لازم تروح للدم، وهنا الكبد يلعب دور، واكو ملايين من صوتي واضح يعني، لانه جاي المسألة انه هذه الأطعمة، أطعمة الخلية، يعني ما أسميها فيتامينات، هذه أسميها روح الخلية. هاي فكر الخلية، هاي بيولوجية الخلية، فهذه لازم تروح للدم. زين أنت، إحنا نشربها وراح تدخل بالأمعاء والمعدة وامتصاص. جزئيا تروح للدم مو كلها، لأنه الكبد والأمعاء، ها، المعدة، وتعرفون أنتم الشغلة، التلوث بالأرض، فهذا يمنع الامتصاص التام والوصول إلى الدم، بس حتى نحلها نحتاج هنا معادلة أخرى.
اللي هي بيكربونات الصودا وتكون اورجانيك، مو هاي الكوكينج. بيكربونات الصودا هاي سوبر، هاي تنظف المعدة من كل هاي المعادن والتلوثات، تنظيف عجيب غريب. وبيكربونات الصودا الأورجانيك مو الكوكينج، هذه أنا أقولكم هاي كونية فنحتاجها حقيقة. زين، اوكي، هذا انا استخدمت البارحة ثلاثة، بس يعني ثلاثة بثلاثة ما استخدمها اليوم، من الاثنين ما استخدمها اليوم. بس انت مو تستخدم ثلاثة يا معود، مو هاي الشغلة، انا عندي غير حسابات، لان هذا 1000 مللي جرام. زين، يعني هو يعتمد، أقصد على اللي يشاهدني. من اللي يشاهد؟ وعيك، فكرك، أنت مسوي رياضة سابقا، ها، متناول هذه الأطعمة الرياضية، ما متناول، تعرف هاي المعلومات، ما تعرف هاي المعلومات، عندك معرفة أخرى، ها، عندك معارضة، عندك موافقة، عندك معارضة جزئية، موافقة جزئية. بس أنا عندي حساباتي يعني الخاصة وفلسفتي الخاصة، أنه بالتمارين هذه مهمة جدا جدا جدا، مو بس بالتمارين، بحياتنا بصورة عامة، لأن هذه هو هذا طعام الخلية. زين، الفكرة الآن نرجع للرسم، أعتقد غطينا الأمور، ها، حكينا هذا الشيكر، ها، بس انا ما استخدمته، يعني اقصد الشيكر هو هذا تحط بيه ممكن الباودر، تعرفوه هذا سهل ما يحتاج. شوفوا شبابنا الرائعين، اكو شغلة مهمة، دقيقة، هذا الامر مهم جدا جدا جدا، هاي نتصورها، وهذا ممكن يصدمكم جدا جدا حقيقة، اللي راح أوضحه جدا صادم. هذه الخلية الدي ان اي البيولوجية، ونعطيها هذا اللون، وهنا هذه الروح، الروح تخترق تقريبا بهالمعنى، هاي الروح، السهم، الروح نعطيها اللون الأزرق، وكأنه أيضا اللعبة، ما أعرف، خلينا نسويها جوزي، اللعبة شنية، أنه كأنه بهاي الفبركات، فبركات الدراكونيان والأونوناكي، لعبوا بالخلية، فهاي الجرة، هاي الدوار الجوزية، الجرة لوين؟ إلى أجهزة تكنولوجية مصنوعة من الدراكونيان والأونوناكي، نكتبه هنا، يلا شو أجهزة، كبر هذا، هذا الموضوع مهم، أجهزة تكنولوجية، صانعتها خلال ملايين من السنوات، تاع الماتريكس، صنعوها الدراكونيان والأونوناكي، هاي تعطلت جزئيا، بس أريد أوضح يعني الفكرة، مع تلوث، ها، البوابات النجمية، شنو تلوث البوابات النجمية؟ ممكن شخص يسأل، يعني أكو سيطرة جزئية
من الدراكونيان على البوابات النجمية، وهذا توضحه عشيانا دين في محاضراتها، وإحنا ناقشنا هذا الأمر. هنا راح نعطيه هذا، خلينا نقول أخضر، يلا نعطيه أخضر مو مشكلة. هذا الوعي الفلسفي، شوفوا الوعي الفلسفي للإنسان، الإنسان شلون يفكر، شنو اعتقاداته. الوعي الفلسفي، ها الفكر، الفكر الاعتقاد. باللون الأخضر، فهذا فكر الإنسان، اعتقاد الإنسان، وهذا اللون الأخضر الدائرة الخضراء تحوط الروح وبيولوجية الخلية. يعني مثلا الإنسان يؤمن بالموت، فهذا يأثر على الروح ويأثر على بيولوجية الخلية. الإنسان يؤمن بالعمر، انتبه الأمر مهم، الإنسان يؤمن بالعمر مثلا، ما هو هذا الإيمان بالعمر يقول لك يؤمن أنه هو كبير بالعمر، فهذا راح يأثر على عمل الروح باللون الأزرق ويأثر على عمل البيولوجية. ولهذا احنا ليش نقول بهاي التمارين الرياضية أو بحياتنا أنه الوعي بتاعك تجعله وعي كوني، يعني أنت تتمرن ترى جسمك روحك أنفاسك ضوء الأكوان. بس الفكرة شنو؟ الإنسان عندما يولد يستلم خلينا نقول خلية كاملة، فهذا المستطيل هنا البنفسجي، تلاحظوا نرجع هذا، فهذا خلينا نقول الشهر الأول، السنة الأولى، السنتين، الثلاثة، العشرة الأولى، تمام؟ صاحي جدا العشرة الأولى، العشر سنوات الأولى، شوفوا الفكرة. لكن بعدها هاي الأجهزة التكنولوجية، وهاي الأجهزة التكنولوجية احنا نقصد انه عامليها بطريقة لها تأثير، تمام، على لها تأثير على تغيير نشاط الخلية، فهو يمشي بالعمر. شوفوا انتم يعني 10 15 سنة، ها صاحي جدا قوي جدا، بس هو بالحقيقة الخلية تبدأ شنو تتآكل. زي شنو القصد من نقول تتآكل؟ يعني النشاط ها يقل. شوفوا هو يستمر 20 25، خلينا نقول هسه بعمر ال30، وصل عمر ال30 هاي الأجهزة التكنولوجية، هي انتبهوا شبابنا، هاي الأجهزة التكنولوجية هم هيك حاسبيها كأنه يمشي الإنسان ها بعمر محدد معين، وبعدها الخلية باللون البنفسجي تبدأ ها تقل كفاءتها. فهسه احنا بعمر ال30 خلينا نقول هيك صارت، يعني أخذ من كفاءتها، صار بعمر ال40، ممكن هذا يصدمكم ها، انوخذ من الإنسان، تمام، صار بعمر ال50 ممكن جروا من عنده بهالحدود، صار بعمر ال60 جروا من عنده ها بهالحدود. زين هو وياها هم شو مسوين؟ جايبين الماتريكس والتخويفات والدين. زين هذا يأثر، يعني هنا الوعي الفلسفي للإنسان إذا كان وعي مادي، إذا كان وعي ديني، هذا هو بدون أن يعرف أيضا هو يساهم، ها يساهم بشنو؟ بماذا؟ يقوم هو بدون أن يقصد بتقليل كفاءة الخلية.
زين إذا يوصل للسبعين للثمانين فهاي الأجهزة حتشيل أكثر بهالمعنى، تمام؟ فهسه بالسبعين هاي الأجهزة تشيل أكثر. إحنا من نقول الأجهزة التكنولوجية هاي فيها عمق ملايين من السنوات، لها تأثيرات، تمام، منها المناخ، وضعية الأرض، حقيقة المناخ، وضعية الأرض، يعني حسابات الزوايا الكونية، هاي الأجهزة التكنولوجية عاملية هي الدراكونيان والأونوناكي. بس هسه احنا راح نعطيكم الحلول. فالكبر بالعمر والموت وإضعاف الخلية بسبب هاي الأجهزة، شوفوا، وليس كما يعني تعلمنا بالعلوم المادية حول البيولوجيا، كلها فيك هذه بالعلوم المادية. لا، إضعاف الخلية من هاي الأجهزة التكنولوجية. زين إذا يوصل للثمانين، ها، فهذا ممكن بهالمعنى ضعيف جدا. الآن من تنتهي الخلية، زين نروح وين راح تشتغل هنا؟ شوفوا، الروح وين راح تشتغل؟ لأن الروح ويانا هذا باللون الأزرق السهم، الروح لازم تكون متعشقة مع الخلية حتى الإنسان يستمر بالحياة. زين إذا خلايا ماكو، فالروح نقول بعد تترك الخلية أو تترك الجسم، ما يسمى أو يحدث ما يسمى بالموت اللي هو فبركة. بس انتبهوا شباب، الوعي الفلسفي باللون الأخضر هذا مهم جدا، لأن الإنسان هنا دائما اللون الأخضر، ففكرنا اعتقاداتنا تساهم كثيرا أما في تقليل كفاءة الخلية أو زيادة إنتاجية الخلية. لكن أكو فكرة أخرى بالموضوع. زين إذا هاي تبقى الأجهزة التكنولوجية تشتغل، هاي جاي تسحب، شوفوا، جاي تسحب من الإنسان، فاهمين عليه؟ جاي تسحب من الإنسان. فالإنسان يوصل إلى عمر 80. زين إذا السؤال يوصل عمر 80 أو عمر 90 أو عمر 100، زين إذا هو يقول أني ضوء الأكوان، أني قوة أبدية، ويستمر بالتمارين، شنو وضع الخلية بعمر 80؟ هل ترجع الخلية؟ يعني من نقول ترجع الخلية، يعني هل أنه هذه دقيقة، اسمحوا لي بالله، يعني بعمر 80 إذا يطبق الصلاة الكونية ويمارس الرياضة، فاهميني؟ ها؟ ويعيش وهو ضوء الأكوان، هل هذه الخلية ترجع تنسد؟ ها؟ ترجع للنشاط؟ الجواب جزئيا، يعني هو نعم يتقدم ممكن بالعمر، يعيش حالة صحية، بس الفكرة انه الاجهزه التكنولوجيه ايضا تشتغل هنا. فهنا الفكره، يجب علينا ان نقوم بتعطيل، حقيقه هذا مهم الان، يجب علينا ان نقوم بتعطيل هاي الاجهزه التكنولوجيه، يجب خلطيها جوزي، يلا لازم هذه تتعطل، لازم. ولهذا من الان كل واحد يسمعني، أنت تبدأ بالتمارين، أرسل ضوء بقوة وعطل هاي الأجهزة، هاي لازم تتوقف، لأن كل البلاوي وكل المشاكل منها. كائنات الأندروميدا ويانا أيضا قامت بتعطيل هاي الأجهزة التكنولوجية، وهاي حتى بيها مسوين مدن ما بعد الموت، هي هاي يعني أجهزة الماتريكس. وهذا
عندما هذه تتعطل فهنا الخلية تتحرر، يعني الإنسان يتحرر وينتهي، يتوقف الموت، بمعنى أن الخلية تعيش 1000 سنة 2000 سنة. اي نعم، لأن ما فيها نظام الماتريكس الذي يقوم بأخذ من الخلية، ماكو، يتوقف هذا. فاهميني شبابنا؟ هذا الموضوع ترى جدا مهم، على عكس ما درسونا، قالوا يعني الكبر بالعمر والدي ان اي يضعف كل ما تقدم الانسان. لا، ما له علاقه. الذي يقوم باضعاف الخليه هي الاجهزه التكنولوجيه اللي صانعتها الانوناكي والدراكونيان، والتي تحدد العمر وتحدد الحياه، يعني مصير الانسان ومصير الكائنات الاخرى وحتى مصير الارض. فأنت من تتمرن ارسل ضوء وعطل بكل ما عندك من قوة، عطل هاي الأجهزة. اي نعم، واملأ خلايا جسمك بالضوء وتقول تتعطل هذه الأجهزة. الأجهزة هذه ليست لديها أي سيطرة على خلايا جسمي، على بيولوجيتي، على روحي، وأعلن أنا ضوء الأكوان. معاها طعام الخلية، هاي المنتجات اللي احنا وضحناها، ومعاها التمارين، نكسر الموت باسم الضوء العظيم، باسم الضوء العظيم. الآن أيضا قولوا معي، كل واحد معانا، قلت تتعطل هاي الأجهزة التكنولوجية تماما المفبركة، وخلايا أجسامنا تتحرر، جسمنا يتحرر، وجسمنا يشع بالضوء، وخلايانا، أجسامنا، أرواحنا، أفكارنا، قوة أبدية، ضوء أبدي، محبة أبدية. خلينا نرجع. فهي الفكرة من هاي الأجهزة التكنولوجية يموتون الإنسان بها، يوصلوا 80 90، وهذه تشيل من كفاءة الخلية. يجب أن تنتبه، هذا الموضوع جدا مهم، وشاركه مع معارفك، مع أصدقائك، وضح أن الكبر بالعمر من الدراكونيان والأوناناكي، أن الموت من الدراكونيان والأوناناكي، وفي الحقيقة هو لا فيه موت ولا فيه مرض ولا فيه كبر بالعمر. عليك أن تضخ طعام إلى الخلية، عليك أنك تقوم بتوقيف، بتعطيل هاي الأجهزة التكنولوجية، عليك أنك تمارس الرياضة الكونية، وعليك أن ترى روحك، نفسك، جسمك ضوء أبدي. هذه حقيقتنا، يجب أن نرجع إلى أعماق الأكوان. نحن طاقات ملائكية شباب، هاي حقيقتنا، وكل اللي عملوه علينا تصغير العمر، حتى صغروا الجسم، شنو هذا؟ مو جسمنا الحقيقي، نحن طاقات ضخمة. الجسم الحقيقي بتاعنا هو جسم ضوئي ضخم، مليئين بالحكمة والقوة الكونية، وإحنا وضحنا ماذا حدث. بس إحنا الآن يجب علينا الكل، كل واحد يسمعني، أن نعكس هاي الفبركة، أن نتحرر، أن نصعد، يسمى بالصعود الكوني، وأن نعلن نحن قوة أبدية. حياتنا، أفكارنا، جيناتنا، خلايا أجسامنا، أجسامنا، أرواحنا، قوة الأكوان. أشكركم شبابنا، تقبلوا تحياتي.